النائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة المصغرة اللي تحدث عليها سيادة النائب من لجنة الخزنة الخطة والموازنة لدراسة قانون القيمة المضافة. أهلا بك سيادة النائبة. أهلا وسهلا يا فندم. يعني لو تطلعين عن تفاصيل أكتر عن هذا المشروع اللي بيثير جدل غير عادي في ظل أن هناك أصلا ارتفاع أسعار بتشهده مصر في سلعها. بصي احنا دلوقتي في اللجنة بندرس القانون من كذا ناحية، وبرضو أنا عايز أكد على كلام سيادة النائب ياسر لما قال إن القانون هيطلع بطريقة لا تمس محدودي الدخل أو بأقل طريقة، يعني أقل حاجة ممكن يأثروا عليه، ودي حاجة احنا حاطينها أولوية أولى عندنا في دراسة القانون. فعايزة أطمن الناس، وبعدين خلينا نقول إن أي نسب موجودة دلوقتي أو أي أرقام موجودة دلوقتي هي لسه لم تعتمد بعد. كل الأرقام الموجودة دي هي مجرد هي لغاية دلوقتي مقترح من الحكومة مقدم لمجلس النواب. فأتمنى من الرأي العام إن هو ما يقعدش يبني عليها تكهنات كتيرة جدا، وهيحصل ومش هيحصل والحق، وده اللي مش قادر. احنا لسه بنتكلم في حاجات كلها لسه مش نهائية. دي طيب. نمرة واحد. عايز أسألك على السلع بقى اللي هتتأثر بجد، لأنه كل المعلومات اللي بتجينا يا سيادة النائبة كلها عن القوائم المعفاة، لا أنا عايزة أعرف إيه اللي مش معفى، إيه اللي هيتأثر، إيه اللي سعره هيزيد؟ لا برضو أنا مش عايزة أردها في المنطقة دي بالذات غير لما تخلص ويطلع على الأقل التقرير المبدئي بتاع اللجنة المصغرة أو بعد كده لجنة الخطة الموازنة، لأن إحنا بنتكلم في حاجة، إحنا كل ده مشروع قانون يتم دراسته. احنا ما عندناش قانون حاليا موجود عشان نقدر نقول ايه بالظبط اللي هيزيد وايه اللي مش هيزيد، لان ممكن الحاجات تتغير. طب عايزه اسالك برضو سؤال تاني عشان يوصل للناس معلومات اكتر، ايه الفرق ما بين القانون ده والضريبه العاديه اللي موجوده دلوقتي؟ ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ الفرق الواضح لغايه دلوقتي هو انك بتوسعي القاعده الضريبيه، اكتر فرق واضح. يعني انتي الاول بس كان عندك يمكن السلع الصناعيه هي اللي خاضعه للقانون المبيعات مع بعض الخدمات القليله تقريبا 17 خدمه، دلوقتي الموضوع هيبقى اشمل شويه. لكن شكله ايه بالظبط؟ انا بس عايزه اطمن الناس لحاجه تانية، ليه طريقه الدراسه بتاعه القانون اللي احنا مشغلين بيها، يمكن دي اللي احنا دي الجديد شوية، ده اللي ممكن يطمن الناس. احنا مش واخدين القانون وبندرسه لوحدنا وخلاص وهيطلع كده، بالعكس احنا بنتواصل مع يمكن كافة او بنحاول نتواصل مع كافة المخاطبين بالقانون عشان نعرف المشاكل اللي ممكن تطلع من القانون وايه الحاجة اللي ممكن تحصل وايه الاثر الاقتصادي، وبنحاول كمان ندرس الاثر الاقتصادي والاجتماعي. يعني سيادة النائبة وصلحيني لو غلطانة، بتحاولوا تدرسوا السلبيات قبل ما تشوفوا ايجابياته؟ بالظبط، بنشوف الاثنين مع بعض. ولو حضرتك تعرفي كان في جلسة استماع كبيرة او جلسة استطلاع يوم الثلاثاء اللي فات، كان ضم فوق ال 50 شركة وفوق ال 12 قطاع مختلف، يعني فوق ال 12 غرف رؤساء غرف وممثلين غرف كانوا موجودين، ولسه هتستمر هذه لجان الاستطلاع او جلسات الاستطلاع عشان يبقى القرار لما يجي يطلع او القانون يجي يطلع يبقى فيه توافق قبل ما يطلع. طيب. فدي حقيقة دي سياسه اللجنه. طب سيادة النائبة يعني اخر سؤال برضه هساله لك، من ضمن الشائعات حول هذا المشروع بانه اللي هيدفع الفلوس دي اكتر المستهلك، اكتر ما كان في جزء قبل كده في ضريبه المبيعات مقسمه بين المستهلك واللي بيبيع. مقسم بين المستهلك وايه؟ معلش. واللي بيقدم له السلعه. هو فلسفه القانون عامه ان كل اللي بيستهلك اكتر هو اللي هيدفع فعلا ضريبه اكتر، فده طبعا بالفلسفه كده او بالمنطق كل يعني محدودي الدخل هيتاثروا بطريقه اقل شويه لانهم اقل الاستهلاك من غيرهم. اقل استهلاك بس وفقا لما صدر عن الجهاز العام للتعبئه والاحصاء الارقام برضو مختلفه شويه سياده النائبه، هل اطلعتم عليها او هل هتحطوها في اعتباراتكم في اللجنه وانتم بتدرسوا هذه القوانين فيما يخص استهلاك المصريين وشرائحهم؟
فيما يخص ايه فن الاسنان؟ استهلاك المصريين وفقا لشرائحهم اللي ذكرها تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء. يعني يمكن لسه هنبص على التقرير ده، لكن خلينا نبص بفلسفة عامة او منطق عام. يعني احنا بنمشي خلينا نقول بمنهج عام كده اهو، ده اللي المفروض يطمن الناس ان احنا مركزين قوي ان اكتر يعني في الاثر شكله ايه هيبقى، السلع المعينة ممكن تبقى شكلها ايه بعد القانون ده، النسب اللي صح او الحاجة اللي احنا لو حطيناها تبقى ايه. احنا بنحاول نشتغل لصالح المواطن، اولا حاطين محدود الدخل، بس احنا يعني بنحاول يبقى فيه عدالة لكل المواطنين. واضح. يعني يبقى واضح. اللي يدفع الحاجة اللي هو هيقدر يدفعها. طيب. انا بشكرك، ميبقاش في اثر تضخمي يتعب المواطن. بشكرك شكر جزيل النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة المصغرة من لجنة الخطة والموازنة لدراسة قانون القيمة المضافة.